English الصف الرابع الترم الثاني يونت 7 فونكس تايم. اهلا بكم في قناتنا قناه طيور الجنه التعليميه. ما تنسوش قبل ما نبدا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنبدا مع بعض مع ايه؟ فونكس تايم، درس الصوتيات او وقت الصوتيات. يلا نشوف وقت الصوتيات جايب لنا ايه. جايب لنا فاينل اس. فاينل اس بتنطق بطريقتين، يا اما اس يا اما زي. النهارده هناخد الفاينل اس لما بتتنطق اس. بتتنطق امتى؟ يلا نشوف الكلمات اللي بتتنطق الاس بتاعتها في اخر الكلمه اس. يلا بينا. اول كلمه كابس. كابس 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 يعني قبعات. كابس، ودي غالبا بننطقها اس لما يكون قبلها حرف الاي بي، البي تقيله. كابس كابس. طيب اللي بعد كده كاتس. كاتس كاتس يعني قطط. كاتس كاتس سمعناها ايه؟ سمعنا الفاينل اس ايه؟ اس. برافو عليكم، عشان برضو قبلها ايه؟ تي. يبقى قبله بي او تي بيتنطق اس زي ما هو. كابس كاتس. طيب بعد كده داكس. داكس سمعناها ايه؟ برضو اس. داكس يعني بط. اللي قبله كي بننطقه برضو اس. طيب توبس. توبس لسه قايلين لما يكون بي برضو بتنطق ايه؟ اس، وسمعناها ايه؟ اس. توبس يعني لعبة النحلة الدوار. توبس توبس توبس. طيب بعد كده بيتس. بيتس بيتس قلنا لما يبقى اخر الكلمة تي تتنطق ايه؟ اس. بيتس بيتس يعني نبات البنجر. بيتس بيتس. طيب كيتس. كيتس كيتس يعني ادوات. كيتس كيتس. طيب كارتس. كارتس 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 يعني عربات الكارو. كارتس كارتس دي برضو سمعناها ايه؟ اس، عشان قبلها تي. طيب كابس. كابس كابس يعني فناجين، برضو سمعناها اس. كابس عشان قبلها بي. طيب بعد كده شيبس. شيبس شيبس يعني شيبسي. شيبس. ماتس 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 يعني سجاد. ماتس كل ده سمعناه، سمعنا الفاينل اس اس. طيب دلوقتي هناخد فاينل اس بتتنطق زي. فاينل اس بنسمعها زي. امتى بقى؟ زي كلمة باجز. باجز سمعتوها اس ولا زد؟ سمعناها زد. برافو عليكم. باجز دي غالبا لما بيكون قبلها جي. باجز لما يكون قبلها كلمة منتهية بحرف الجي بنسمع الاس زي. باجز 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 يعني حقائب. طيب بعد كده جيرلز. جيرلز جيرلز يعني بنات. سمعناها زي عشان قبلها ال. جيرلز جيرلز. طيب بعد كده بيز. بيز بيز يعني بسلة. سمعناها زي. بيز. كيدز 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 يعني أطفال. بنز 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 يعني أقلام. بيلز 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 يعني حبوب دواء أو أقراص. طيب بويز. بويز بويز يعني أولاد. دوجز 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 يعني كلاب. بعد كده كابز. كابز يعني أشبال. احنا كنا قلنا هناك كابس. كابس مش دي كابس بالبي التقيلة كنا سامعينها اس، لكن دي كابز بالبي الخفيفة سمعناها زي. كابز 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 يعني أشبال أو صغار الحيوانات. طيب بيز. بيز بيز سمعناها برضو ايه؟ زي عشان قبلها اي. بيز بيز يعني نحل. سؤال الهومورك للشطار. الشطار دلوقتي كلمة باجز. كلمة باجز هنسمع الكلمة ونشوف احنا سمعناها اس ولا سمعناها زي. يعني اللي هيكتبها لي في التعليقات هيكتب لي باجز ويكتب قصادها اس ولا زي. اول كلمة باجز. باجز سمعنا فا
final s a. طيب تاني كلمة cats. cats سمعنا الفاينل اس في كلمة كيتس ايه. الشطار اللي هيكتبوها لي في التعليقات، شكرا لكم يا حبايبي، كنتوا مع قناة طيور الجنة التعليمية، ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.